إذن للحديث حول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا نادية البلاسي، محللة الأسواق في مجموعة إكويتي. أسعد الله صباحك نادية. يعني ما ترقبته الأسواق في جلسة يوم أمس كان هو بيانات التضخم، والتي شهدنا تراجع وتباطؤ لمعدلات التضخم هذه المرة للشهر التاسع على التوالي. لكن الملفت اليوم بيانات التضخم الأساسي هذه المرة التي تستثني الغذاء والطاقة، التي ما زالت أيضا مرتفعة وبعيدة عن المستويات المستهدفة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. برأيك هذه البيانات اليوم كيف ستفسر أيضا تحركات الفيدرالي الأمريكي والذي تسعره الأسواق برفع الفائدة بربع نقطة أساس في الاجتماع المقبل؟ هل سنشهد تثبيت فيما بعد هذا الاجتماع؟ مرحبا سالي. طبعا ممكن نشهد تثبيت في الاجتماع القادم، ولكن التوقعات يعني بنسبة 67% تشير إلى أن البنك سيعلي من وتيرة أسعار الفائدة ويرفع معدل أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. يعني احنا دلوقتي شفنا أنه الفيدرالي يعني is working أنه هو يخفض يعني معدلات التضخم، وذلك الشيء يعني فعلا it's working، وانخفض المعدل 5 ل 5%، وذلك يعني أكثر من التوقعات التي كانت عند 5.2%، فذلك شيء جدا يعكس في الأسواق. ولكن أمس كان يعني كخبر مفاجئ، لذلك لم نرى هذه الانعكاسات على الأسواق، وما زال مثلا أسعار الذهب في السقف عن 2026 دولار. فيعني توقعاتنا للفيدرالي أن في نهاية العام ممكن أن نشهد تثبيت أو مثلا في الاجتماعين القادمين، ولكن يعني لسه في الـ 2% target والتي لازم يعني الوصول إليها قريبا. يعني ربما في ظل هذه البيانات لا تزال الضبابية المتعلقة بالاقتصاد العالمي هي التي تسيطر على توجهات وتوقعات فيما يخص النمو، وتحديدا هذا ما شاهدناه، ما اطلع عليه بنك سواء بنك الدولي وحتى صندوق النقد الدولي في اجتماعات في واشنطن. لا نزال نغير النظرة والتوقعات وتخفيضها بالنسبة لهذه المستويات. برأيك لأي مدى فعليا سوف نشهد استمرار التباطؤ الاقتصادي الذي نتحدث عنه، وكنا شاهدنا تأكيد سواء من البنك الدولي وحتى من صندوق النقد الدولي على استمرارية هذا التباطؤ؟ طبعا يعني انه نشوف تغييرات من صندوق النقد الدولي يعني بسبب الازمات التي نمر بها وبسبب السياسات النقديه التي ما زالت محور الرئيسي لمحركات الاسواق العالميه. لذلك يعني نشهد انه في تغيرات من قبل الصندوق، ويعني سنشهد المزيد من التغيرات لاننا يعني بعد ما عدينا مرحله السوفت لاندنج وهذه التوقعات، راينا ان لا في ازمه بنوك، وممكن ان نشهد ركود اقتصادي يعني قوي. لذلك البيانات الايكونوميك انديكيتورز مهمه جدا لمعرفه المزيد عن السياسات النقديه، وذلك يعني هذه المحركات الرئيسيه للاسواق الان. لذلك ممكن ان نشهد المزيد من التغيرات لصندوق، وممكن يعني نرى نوعا ما تباطؤ، ولكن مش يعني ركود اقتصادي، وكل اسبوع او كل شهر نغير من هذه التوقعات بسبب السياسه النقديه. فلما نعرف يعني معطيات اكثر من هذه الميله، وايضا مدعومه من البيانات الاقتصاديه، ممكن ان نعرف المزيد او more clarity او يعني وضوح اكثر من هذه العوامل. نعم نادية، بالانتقال هذه المرة إلى الاقتصاد الأسترالي، وبعد ما شهدنا خلال القرار الأخير بتثبيت معدلات الفائدة بالنسبة للمركز الأسترالي، اليوم عم نتابع بيانات البطالة من الاقتصاد الأسترالي، والتي نجد بأنها تسجل أدنى مستوياتها منذ نصف قرن تقريبا عند 3.5%. برأيك هل هذه البيانات سنشهد من خلالها اتخاذ إجراءات مختلفة بالنسبة للمركز الأسترالي، وأن يعود من جديد هذه المرة لرفع الفائدة؟ ممكن، وارد جدا أنه يعود إلى رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، ولكن مقارنة مع الولايات المتحدة أستراليا مدعومة بالسلع، ويعني لازال في نمو في الاقتصاد، و
يعني بعيدة عن الركود الاقتصادي مقارنة مثلا بالولايات المتحدة أو بالمملكة المتحدة التي ما زالت تشهد معدلات تضخم جدا مرتفعة، ويعني البنك يتدخل ويرفع أسعار الفائدة أكثر من 10 مرات، وما زالت الأسعار يعني معدلات التضخم ما زالت مرتفعة. ولكن في أستراليا الوضع مختلف، وخصوصا بعد أوبك بلس لستيبلايزنج أسعار النفط، فممكن أن نشوف يعني جروث أكثر في أستراليا. نشكرك نادية البلاسي، وأنت محللة أسواق في مجموعة إكويتي، شكرا على هذه المشاركة.